وظائف الهرمونات. بص يا سيدي الرسمه اللي جايه دي، استاذ حزلقوم ده، حزلقوم يصحى من النوم ويقوم، تمام؟ بص حزلقوم ده في تانية ابتدائي بيحب زميلته، فقلبه بيرفرف اهو، خلاص؟ حزلقوم ده كبر وبقى صايع بيشرب سجاير. سلوك مهبب، سلوك مهبب. عقله بيلف كل شوية. بياكل سندوتش برجر اهو، حط له البرجر هنا، يعني ده تمثيل غذائي او اكل، برجر. تمام؟ عنده خصيتين وهو ولد او عنده مبيضين وهو بنت. ده جنسي. ده ايده ورجله وجسمه، في خط في النص كده، عامل له اتزان. يبقى ايه وظائف الهرمونات؟ اول حاجه ده عقله، يبقى مسؤول عن النمو العقلي. واحد، النمو العقلي. هرمونات. طب دي جنسه، النمو الجنسي. طب ده كله جسمه، يبقى النمو الجسدي. يبقى عقلي، جسدي، جنسي. طب بص بقى السلوك، هرمونات برضه. حبه لزميلته اللي في ثانيه ابتدائي وهو في كي جي 2، العاطفه. يعني معنى ذلك انت عايز تقول لنا هو احنا بنحب بايه؟ احنا بنحب بهرموناتنا يا حبيبي، انت بتحب بهرموناتك، هرموناتك هي اللي بتخليك تحب شخص. يبقى السلوك والعاطفه. طب بياكل سندوتش برجر، التمثيل الغذائي اللي هي ليها اسم تاني، اللي هي الايض. والايض ده بيتقسم حاجتين، بناء وهدم، خلاص؟ تمثيل الغذائي. شايف الخط في النص ده؟ عامل له اتزان. يبقى الهرمونات مسؤوله عن الاتزان الداخلي. لان انت يعني ايه كلمه اتزان داخلي؟ يعني انت تبقى درجه حرارتك معتدله 37، يعني انت تبقى المعادن في جسمك، الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم، نسبتهم طبيعيه في الجسم، ما يحصلش فيهم خلل، انت كده متزن. عشان كده حتى احنا بنعمل في الطب في حاجه اسمها الكترولايت بالانس، الكترولايت بالانس، لا بالتي، بالانس يعني توازن المعادن. الكترولايت بالانس، توازن المعادن. لازم يبقى في اتزان في المعادن، اتزان في السكر، الجلوكوز. لازم سكرنا يبقى من 80 ل 120، زياده او نقص عن كده يبقى في خلل في مستوى السكر في الدم، ممكن شخص يموت لو السكر قل، او يموت برضه لو السكر زاد. فده اللي مسؤول عن كل السلوك والعاطفه والتمثيل الغذائي والنمو الجسدي والنمو العقلي والجنسي والاتزان الداخلي. هو مين؟ هو الهرمونات. يبقى ايه وظائف الهرمونات؟ هو اللي مسؤول عن النمو الجنسي، مسؤول عن النمو العقلي، مسؤول عن النمو الجسدي، السلوك والعاطفه والاتزان الداخلي والتمثيل الغذائي.